شو بعمل انا يعني؟ اللي بكسر الدنيا يعني؟ معي ما في لا كهرباء ولا اشتراك، شو عن معي الشاهدة؟ شمس حزيران الحارقة تضرب بحدتها الجباه المتعرقة في الطوابير آملة في التزود بالوقود. طوابير طويلة باتت مسارح موت بطيء ينهش اللبنانيين. مجمعات تجارية تفرغ من المواد الغذائية، وأهال يبحثون عن علبة حليب لأطفالهم. لا كهرباء ولا دواء في مدينة الأضواء، وشريعة الغاب تسود في أم الشرائع بيروت. لا أنا ابني ما يقول لي بدي حليب وبدي حفاضات، تقول له بابا ما عندي جبلك، ما معي مصاري جبلك. قائمة طويلة للألم المغمس بالذل، والنتيجة واحدة، سقوط حر بلا قاع في لبنان لم يصله حتى في ضراوة حربه الأهلية وسنوات الدم والضياع. استفحل الفقر والجوع وفقد الأمل الضئيل، وباتت ألقاب سويسرا الشرق وموطن الحريات وبلاد الثقافة والعلم ومستشفى الشرق الأوسط وجامعته التي نالتها بيروت عن جدارة مجرد ماض مضيء يأمل اللبنانيون في استرجاعه من دون جدوى. بتصور أنا عتيد هالسنتين من قلبي للبنان، بس لبنان is not giving me back. لبنان ليس بخير بعد الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت وأصاب الشعب اللبناني برمته وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وحول أحياء بيروت العريقة التي لا تنام ركاماً وموتاً وجوعاً يتهدد البلاد والعباد، يعيش لبنان شللاً سياسياً وانهياراً اقتصادياً لم يشهده في تاريخه، على وقع تظاهرات واحتجاجات وإقفال طرقات رفضاً للفساد المالي والانقسام السياسي وسقوط النظام. الليرة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها. أموال المودعين تبخرت في نظام مصرفي كان ركيزة الاقتصاد الحر. يضاف إلى ذلك احتكار الغذاء والدواء وتقنين الكهرباء والبنزين. وبات السؤال، من نهب ثروات وطن الأرز ومقدراته؟ لك خي كان شو بهمني، كنت طبقة وسطى، هلأ صرت طبقة تحت الفقيرة، يعني ما توخزني يعني. إن يمت لبنان متم معه، كل من يقتله كان القتيل. قالها نزار قباني قبل نصف قرن، واللبنانيون اليوم يحاولون التقاط أنفاسهم والتأقلم مع الموت المفروض عليهم. آذانهم تتعود على ضجيج مولدات الكهرباء، وأجسادهم تحبس في السيارات في زحمة الطرقات الخانقة. هنا تغيب كل مقومات الحياة. الشعب يموج ويهوج منقسماً على ذاته، يبكي وطناً لا يستحق هذا التدمير، وقد أجهضت ثورته التي شارك فيها أكثر من 1.5 مليون لبناني، وأشعلت غضباً شعبياً عارماً. العبث هنا بات سيد الموقف، في بلد يجمع كل التناقضات. 50% يعيشون تحت خط الفقر، 40% أصابتهم البطالة، بينما تفتح المنتجعات والمطاعم الفاخرة أبوابها ل5% من ميسوري الحال، حيث الضيافات والاحتفالات التي تخبر عن شغف شعب لا يموت وقدرة وطن على البقاء في عز المآسي. فلبنان الذي نفض غبار حروب كثيرة عبثت به وقامت عاصمته من تحت ركام 7 زلازل دمرتها، سينبعث كطائر الفينيق ويحلق بعد مخاض الولادة الجديدة. هذا هو أمل شعب رفض ولا يزال أن يتسلل إليه اليأس، وأن تكسره ظروف لن تقوى على وطن قال فيه الباب الراحل يوحنا بولس الثاني: لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة.